اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بمكتبه بالديوان العام للوزارة مع معالي السيد ألان بيتر كايتانو وزير خارجية جمهورية الفلبين الصديقة، وذلك بحضور سعادة الدكتور أمابيل أجيلوس المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وخلال اللقاء رحب معالي وزير الخارجية بمعالي السيد ألان بيتر كايتانو مستعرضا مسار تطور علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين، معربا عن اعتزاز مملكة البحرين بما تشهده هذه العلاقات من تقدم في كافة المجالات وما تحرزه من خطوات كبيرة في توسيع التعاون المشترك، مؤكدا معاليه تطلع مملكة البحرين الدائم إلى الارتقاء بمختلف أوجه التعاون وتطوير أطر التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية وفي مختلف المحافل، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، منوها معاليه بدور الجالية الفلبينية في دعم عملية التنمية الشاملة في مملكة البحرين، متمنيا لجمهورية الفلبين وشعبها الصديق كل التقدم والرخاء. من جانبه أعرب معالي السيد ألان بيتر كايتانو عن سعادته بزيارة مملكة البحرين واعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية، مؤكدا حرص جمهورية الفلبين على المضي بعلاقاتها المتميزة مع مملكة البحرين لأفاق أرحب على كل المستويات، وعلى استمرار اللقاءات وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين الصديقين بما يدعم مصالحهما ويعود بالنفع على شعبيهما، متمنيا لمملكة البحرين دوام الرقي والازدهار.